انا هادي جدا بس عصبيتي وحشه قوي، بحب كل حاجه تطلع بيرفكت، ودي حاجه مزعجه جدا بالنسبه لي وبالنسبه للي حواليا ساعات، بالذات في الشغل، لان انا يعني في الحاجات الثانيه مش لازم الحاجه تبقى بيرفكت، بس في الشغل بحاول اكون يعني دقيق جدا. طيبه قلبي اكيد ان انا طيب قوي. مهتم جدا بالرياضه دايما، بحاول ما اضيعش يعني يومين ثلاثه من غير ما اكون بتمرن، والاولويه اللي انا ببقى نفسي طول الوقت ان انا اعملها ان انا ابقى مع الولاد كلهم اولادي. غصبا عنك بترجعي تقولي انه اكتر حاجه بتحبيها هي اكتر حاجه الناس حبتها، فالمشاريع اللي حققت نجاحات كبيره اكيد هي الاقرب لقلبي، ولكن انا فعلا كل مشروع بدخله ببقى حاسس ان انا بعمل اهم حاجه في حياتي، وببذل يعني قصارى جهدي انه يطلع باحسن صوره، فما عنديش حاجه اقدر اقول لك ده اكتر حاجه انا يعني كله كنت بستمتع بيه وكله كنت ببقى حبه وكله ببقى متحمس. ولاد رزق او زي هبتة او زي جراند اوتيل او زي طايع او زي عد تنازلي او يعني على او زي شيء، ودلوقتي الحمد لله اللي مكسر الدنيا. فالحاجات دي لما بتلاقي استحسان من عند الناس طبعا بتبقى هي اكتر حاجه انا ببقى بحبها يعني. لا ولا شخصيه من الشخصيات دي احب ان انا اعيش حياتها، لانه كل الاعمال اللي انا عملتها اكيد الشخصيه بتلاقيها متورطه في موضوع او عندها مشكله كبيره في حاجه معينه. شقه وحكايته حكايه. انا مضيت فيلم شقه سنه 21 الفيلم اتعرض 2024. كل ده كان فتره تحضير وتصوير وتحضير للشخصيات، والحقيقه خد مننا كلنا وقت كبير، بس النتيجه اللي طالعه الحمد لله واللي عاملها كريم السبكي، وزي ما انت شايف الايرادات الحمد لله مكسره الدنيا، فانا يعني التعب كله نسيته بعد ما شفت النجاح ده الحمد لله. طبعا كنت طاير من الفرحه. خلي بالك انا ببقى بشتغل وبعمل اللي عليا كله، ببقى يعني بتمنى من ربنا النجاح. الحمد لله ربنا كرمنا بنجاح كبير جدا جدا، وايرادات عاليه وفلوس كتير، وعلى فكره طبعا الايرادات شيء مهم وانديكيشن او دليل على نجاح كبير، لكن مش دي اكتر حاجه كانت عجباني. اكتر حاجه كانت عجباني الناس خارجه من الفيلم مبسوطه، والناس خارجه من الفيلم بتسال على جزء تاني، والناس خارجه من الفيلم بتنصح اصحابهم ان هم يدخلوا الفيلم. فده بالنسبه لي نجاح كبير جدا، يمكن اهم من الايرادات بالنسبه لي. دول صحابي وحبايبي يعني. بصي مش هقول لك هي هزار وضحك، لانه احنا بنهزر وبنضحك، بس ساعه الجد وساعه الشغل كل واحد في الممثلين دول كلهم بيكون مركز كويس قوي في اللي هو بيعمله، فيبقاش فيه هزار وضحك قوي يعني في الكواليس، الا لو في حاجه مشهد خلاص مشهد بسيط بقى يعني، عارف ساعات بيبقى في نوع من انواع المشاهد اللي هي ايه، احنا بنعدي من هنا لهنا بنتمشى مفيش اداء قوي مفيش اي يعني، فده ممكن بيبقى في مجال للهزار والضحك يعني. اقول لنفسي ايه وانا صغير؟ الحقيقه المشوار اللي انا مشيته يعني انا راضي عنه بنسبه كبيره، فما عنديش حاجات اقولها، بس انصحني وانا صغير اني اقضي وقت اطول واكتر مع اهلي. الستين ممكن تبقى عايزه ايه؟ دي يعني سؤال اعتقد انتوا كستات ما تعرفوش تجاوبوا عليه، لانه هو كل ست بيبقى ليها طلباتها وعلى حسب الوقت والمود، في حاجات ثابته ما بتتغيرش، الطبطبه، الحنيه، انها تحس بالامان، يعني شويه حاجات بسيطه اعتقد هي دي اللي لازم اي راجل يوفرها لاي ست يعني يعرفها، وبعد كده الامور التانيه بتبقى سهله وتتحل.